في الختام مشاهدينا، راح نكون مع أطفالنا المتميزين والموهوبين والمبدعين في مجال العزف والغناء. وفعلا يعتبر الكورال هو العمود الفقري للموسيقى الكلاسيكية، فكيف إذا كان الأطفال عم بيأدوا هذا الكورال وعم يعزفوا طبعا الكثير من المعزوفات وأيضا الغناء؟ لنتعرف أكثر على كورال الشمس اللي شارك بحفل ربيع وزهر اللي كان متميز وأقيم على خشب المسرح المركز الثقافي في اللاذقية. بيسعدنا نرحب معنا بالاستوديو بداية بقائد كورال الشمس الأستاذ الياس سمعان، والطفلين الموهوبين معنا ضي تموز وهاشم مخلوف. من لكم يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. وفعلا منورين مثل الشمس. أهلا وسهلا فيكم، سعد صباحكم. بداية من عندك أستاذ الياس، لحتى نتعرف أكثر بكورال الشمس، خبرنا عنه، خبرنا مين الموجودين فيه، وخبرنا أيضا يعني شو الأغاني وشو المعزوفات اللي بيتم تقديمها بهذا الكورال. يمكن متعودين على ظهوري مع كورال، صرنا متعددين العمل بهذا المجال. صحيح. خليني أقول الرسالة الأولى اللي بنهدفها من إنشاء أو من تأسيس كورال بأي مطرح منروح عليه، هي بعيدا او بالاضافه اسا للجانب الموسيقي، بشعر انا انه الكورال في له رساله اجتماعيه ومجتمعيه بناءه كثير بتدعم المنتسبين للكورال، خاصه اذا كانوا اطفال، فهي تجربه بتدعم تعلمه الموسيقي وبتدعم حضوره الاجتماعي. فانا بشعر انه عندي هذا الهم، عندي هذا الطموح، اني وين ما كنت طول ما عندي هالمقدرة أني أقدر أجمع العالم لحتى نغنوا مع بعض، نعمل غناء جماعي أو صحيح. كورال إسا بمستويات أعلى عم حاول. كورال الشمس هو من طلاب المركز الوطني للموسيقى، معهد بيقدم خدمات موسيقية يعني على مستوى جيد، دروس التعليم الفردي، دروس السولفيج، وبطبيعة الحال أنا بحكم عملي وتخصصي بتدريس السولفيج على احتكاك مع الأطفال بهذا المجال، فبقدر بسمع أصواتهم وبقدر ساعدهم إنهم يطوروا أسلوبهم بالغناء. وبعدين جمعنا الأطفال من مختلف صفوف السولفيج وحطيناهم بصف إضافي كان هو صف الكورال، تعلمنا مجموعة من الأغاني، اشتغلنا لفترة جيدة لا بأس فيها. آخر شيء شعرت إنه فعلا عندنا الثقة إنه نحن نقدر نقدم هذا المنتج الموسيقي اللي عملناه يعني من أصواتهم للجمهور، لأنه الحقيقة هذا الكورال أعماره من 5 سنوات لعند 9 سنوات، يعني نحن نحكي من أعمار روضة أول تاني لكبير فيهم صف ثالث، منه من السهل أنه هن يغنوا أغاني كاملة مضبوطة بشكل صحيح على اللحن، مضبوطة بالإيقاع بالكلام الصحيح، وإضافة على ذلك في هيك نفحة أداء جميل. أنا شفت أنه وصلنا لمرحلة بعد جهد كبير أنه هن أتقنوا الأغاني من الناحية الموسيقية والإيقاعية، إضافة على ذلك هن حطوا نفحتهم الخاصة، أداءهم الطفولي الجميل، فأخذت الأغنية حالتها الحلوة والخاصة فيهم، فحسيت أنه عندنا ثقة أنه نقدم هذا الكورال على المسرح رغم أنه أعمارهم صغيرة وتجربة كان فيها كثير من المخاطرة. صحيح. من الناحية الموسيقية هي تحدي، لكن في ثقة، يعني مثل ما ذكرت لما تكون أنت ضامن يعني هذا الكورال بكل أفراده وبكل طبعا شرائحه العمرية بأنه يكون متمكن ليقدم عرض، يعني هذا فعلا شيء كثير متميز وكبير. بدنا نعرف أكثر عن هذا عن الأطفال، ومعنا ضي. سعد صباحك ضي. صباح النور، كيفك؟ تمام. عارفين عنك اكثر ضي؟ هلا انا يعني انه من ابناء المركز الوطني، وانا يعني مشاركه بعده مواهب. حلو. منهم العزف على البيانو، الرسم، شاركت بالكورال على خشبه المركز الثقافي. حلو. يعني بعد ما انتهت الحفله حسيت بفخر، ولقيت انه هيك عيلتي انه ابتسامة ما لا توصف. مبسوطين منك، وكل اللي كانوا عم يحضروا كانوا مبسوطين بأدائكم يا ضي. ايه كنتي حافظة الأغاني منيحة، لأن اللي بعرفوا أنه كانوا أغاني كتير حلوين، وممكن كل الأطفال بيحبوهم، وحتى نحن أكبر من رددهم كمان، ما هيك؟ ايه هيك. طيب دربتوا كتير منيح ضي، أنت أي صف؟ أنا صف ثالث. صف ثالث. طيب هلأ بدنا نسمع منك أغنية، شو بدك تسمعينا؟ فيني سمعكم شتي يا دنيا. يلا المقطع الثالث. تفضلي.
وانطرني بحقول الريح الدنيا نائية تلاويح، وانطرني بحقول الريح الدنيا نائية تلاويح، خبيني بفية عينيك جرحني حبك تجريح، قولوا زيد غني وعيد نزرع هالأرض مواعيد. برافو يا ضي، كثير حلو كثير. صباح الخير يا هاشم. صباح النور، كيفك؟ منيح. ايضا هاشم، انت اي صف؟ ثالث. صف ثالث، خبرنا عن مشاركتك كمان بكورال الشمس. والله كثير حلوه. انا كثير فخوره بحالي لاني طلعت خشبه المسرح بالمركز الثقافي، ولاني غنيت خشبه المسرح. انت غنيت على خشبه المسرح وحفظت، وكنت هيك عم تتدرب منيح مع الاستاذ الياس، وهلا جايب الجيتار معك. انت من ايمتى بتعزف جيتار؟ صار لي شيء من الثاني. صف الثاني كمان. بنحضر لنا هلا شيء نسمعه منك. تفضل. برافو يا هاشم، كثير حلوين. استاذ الياس، بعد ما تعرفنا على الكورال خلينا نتعرف اكثر عن حفل ربيع وزهر اللي هو كان متميز، عدد المشاركين، يعني كيف كان نوعيه الموسيقى اللي انتم قدمتوها والاختيار، طبعا بالاضافه لاصداء اللي كانت عن هيدا الحفل. عدد المشاركين كان 31 طفل، وبهالمناسبه انا بوجه لهم تحيه كلياتهم، وبحب كمان بهالمناسبة اتشكر اهاليهم على يعني فترة طويلة من التعاون، وحقيقة عزبناهم خذوا ودي وجيبوا وبروفات، وبتعرفي انت التحضيرات تماما، ففرصة انه نتشكرهم وفرصة نوجه لهم تحية لكل اعضاء الكورال يلي كنا بنتمنى اكيد كانوا يكونوا موجودين، ولكن ان شاء الله بمرات تانية ان شاء الله. البرنامج احتوى اغاني اول شيء بتلامس الطفولة، ثاني شيء بتحمل رسالة من فم الأطفال، أغاني بتحكي عن الطبيعة، أغاني بتحكي عن الجمال، عن الخلق الرائع، أغاني بتحكي عن السلام، عن المحبة، عن الفرح. حلو. غنينا طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة يلي بتحكي عن شمس. يعني أول شيء عن الشمس صحيح. اللي هو اسم الكورال، اسم الكورال، وبتحكي عن الأمل بيوم جديد يلي بنتمناه للكل. غنينا طير وعلي يا حمام، من الاغاني اللي علقانه بظن بذاكره كل طفل اليوم هو سوري كبير. صحيح سمع. غنينا طيري طيري يا عصفوره يلي كمان جواتها بتحمل قيمه كثير حلوه تبع الاهل، بيعرفوا كل تحركات اولادهم عن طريق العصفوره يلي بتخبرهم كل الاسرار. صحيح. هذا اللغز اللي بيبقى محير كل الاطفال. كل الاطفال. في اغاني معروفه، غنينا ايضا غنيه بابار وفي اللي بتحكي عن عالم الاطفال، العالم الجميل، وهلو مجرى من اغاني. كان برنامج يحتوي على 9 اغاني حلوه، في هزوجه حلوه اسمها جارنا جبرة للاطفال، هزوجه هيك طفوليه، فخد دولابه وصاحت شروال وهيك، يعني شيء بخص الاطفال. كانت اغنيه عملت حركه حلوه على المسرح. عم تبتسم ضي، عجبتها الهزوجه. شو ضي، بدنا نسمع منك هلا شيء كمان؟ هلا انا محضره، يعني حافظه كل شيء. ايه، وكل شيء انه هو بينطلب مني بغنيه فورا. طيب انت شو حابه تقدمي لنا؟ يعني هلا ذكر الاستاذ الياس من الكورال من الحفل انه كثير اغاني حلوه واغاني طفوليه، وكل يعني قلت لك نحن كلنا بنحبها وحتى الصغار بحبوها، وحابين نسمعها. يعني شو بدك تسمعينا هلا؟ فينا نسمعكم مثلا طيروا علي يا حمام. ايه يلا. طيروا علي يا حمام فوق سطوح بيوتنا، رجعت ايام الربيع والشمس ببيوتنا، والسما فرحاني والغيم دفياني والورد غفياني، عشبة بيك بيوتنا. طير طير وعلي يا حمام. برافو، كثير حلو. هاشم انت كمان يعني قلت لي بتغني كمان
شو بدنا نسمع منك هلا ونسمع صوتك الحلو؟ هلا انا حافظ مقطع من رزق الله على العربيات. يلا مقطع الثالث. أم راحوا رحلي بأيلول والدنيا شتت على طول، أم راحوا رحلي بأيلول والدنيا شتت على طول، ستي صار فستاني صفي ونزلوا شوارب، جدي نزولوا شردوا الخيل بهاك الليل، ما رجعوا غير صبحيات رزق الله عربيات وعلى أيام العربيات. الله الله كثير حلو يا هاشم، يعني فعلا أصوات خامات، يعني اليوم اكيد عم تشتغلوا علي استاذ الياس، يعني موهبه سواء كان عزف او غناء، قد كثير مهم فعلا اليوم التمكين الاكاديمي للطفل بالاضافه لموهبته. تشكرك على السؤال. في صوره مرسومه بذهني اللي هي صوره الكورال الاحترافي اللي لابس تقومته بابيونته، اصوات النسائيه لابسين هالفساتين وحاملين هالنوات وعم بيغنوا قدام الاوركسترا. حقيقة لنوصل لهيدي الصورة لابد أنه نمر بهيدي المرحلة يلي نحن فيها. صحيح. إذا ما الطفل من هو وصغير بلش يجرب ويطلع ويعيش تجارب ما رح ينضج وما رح ينمى، والمغامرة اللي تحدثت عنها بالبداية ما صحيح. في شك. تدريس الموسيقى بالأصل هو يعني هو رسالة، ويمكن هو رسالتي أنا بحملها، بحس حالي حامل هيدي الرسالة، بحس واجبي أنه لازم أعلم الموسيقى. فبشوف انه تدريس الموسيقى من اعمار صغيره هو اللي بده يوصلنا بالنهايه للنتيجه الاحترافيه يلي صحيح. قادره بالنهايه تمثل اي مطرح اكاديمي، بالنهايه تمثل وطن وتمثل اشياء كثير مهمه. بالنهايه موزارت منين بده يطلع؟ موزارت المستقبل او صباح صحيح. فخري المستقبل او اي قامه صحيح. موسيقيه، احدهم راح يكون اذا الله راد ان شاء الله يعني بيكون قامه موسيقيه كلياتنا نفخر فيها. تماما، هيدا يعني اكتشاف هيدي المواهب من خلال هيك مطارح، يعني ممكن من الكورال اثناء التدريب تظهر موهبه الطفل، تقدروا انتم تسلطوا الضوء عليها اكثر وتشتغلوا عليها اكثر. اذا بدنا نحكي عن صعوبه، يعني ذكرت بالبدايه صعوبه التعامل مع اطفال وخاصه انه هنهم باعمار صغيره، يمكن يعني هلا غنى من شوي هاشم اغنيه، يمكن نحن كبار هلا ما حافظين كلماتها ولكن حافظين صحيح. اللحن. طفل بهيدا العمر هو حافظ الكلمات بنطق سليم، كلماتها صحيحه 100%، هون في تعب في جهد، فخبرنا عن هيدا المجهود، هيدا التحدي مثل ما ذكرت ايضا بتدريب هيدول الاطفال. بالنسبه لنا اكتساب المعلومه مختلف عن تمرير المعلومه، يعني احنا ككبار او كمدرسين بنكتسب المعلومه ولكن بحاجه وضعها ضمن اساليب محدده وضمن قوالب محدده لحتى تتمرر وتصير قابله للتعليم. نتيجة العمل الطويل، نتيجة تفكيك الأغنية، يعني الأغنية منفككها لكلمات منعزلة، لإيقاع منعزل، للحن بشكل منفصل، ومنمررها للأطفال بهذه الطريقة. شغلنا كمع يعني بكورال الشمس ما كان بيقتصر بس على تدريب الكورال، وهو هون السر يلي ساعدنا من الناحية الموسيقية. نحن كنا عم نشتغل مع كل الأطفال تقريبا بدروس بنسميها دروس السولفيج، يلي هي بتعلموا فيها أصول الغناء الصحيح عن النوتة الموسيقية، بتعلموا فيها أصول الإيقاع، وبيفوتوا بجو موسيقي بيساعد لنضوج ذهنهم، فبالتالي بيصير تقبل المعلومة الموسيقية عندهم صحيح. أسهل. وبيقبلوها بطريقة صحيحة، يعني بيصير في لغة تواصل بيننا وبينهم. تماما، هذه اللغة السرية، يعني هي لغه مشتركه، لغه الموهوبين، يعني هيدي السريه بتسهل علينا العمليه كثير. بيبقى الجانب عفوا عذرا بيبقى الجانب الشخصي. انا حبيتهم لكل الاطفال، انا تقبلتهم، وبتوقع انه هن كمان تقبلوني، تقبلوا اسلوبي، تقبلنا طريقه تعاملنا مع بعض، حبينا المكان يلي نحن فيه، حبينا الجو الاداري يلي ظلل الظروف كلياتها وعطانا أريحية بالشغل. صحيح. كل هيدي العوامل لابد تؤدي لخطوة ناجحة إن شاء الله نقدر نبني عليها ونكون إسا أفضل بالمستقبل. هن بعمر بداية، هن بعمر تجربتهم الأولى، بتوقع كتجربة أولى كانت نتيجة جيدة، إن شاء الله مع الأيام إسا بصير في نضوج أكثر وشغل أكثر لحتى نوصل إسا لنتائج أقوى وأقوى إن شاء الله. يعني خلينا نقول هي ولادة لكورال ان شاء الله يكون فعلا مثل الشمس، يعني لامع. الانسجام اللي حكيت عنه كثير مهم، يعني فقد كثير مهم التناغم والانسجام. يعني هلا بيكونوا بكورال فريق واحد، اكيد في لغه مثل ما ذكرتها، هي اللغه المشتركه السريه، فاكيد يمكن انت ضيب تفهمي على الاستاذ مباشره، يمكن على رفقاتك
أثناء التدريبات أو بالكورال، يعني صار في هيك بيناتكم تفاهم؟ يعني بجوز سوء تفاهم أو شيء شغلة، أي سوء تفاهم يعني يعصب الأستاذ ممكن. وكمان عمار هاشم، هاشم عفوا نفهم على الأستاذ منيح، بتسمعوا الكلمة وبتاخذوا كل التعليمات، ما بتعزبوا تشو حافظين الأغاني، لابد منه لابد منه تمام. إجباري ضبط يعني هدول الأطفال حتى يكونوا موجودين على المسرح وقدام جمهور، كمان بده يكون إله تعب وإله خلفية مسبقة، مثل ما ذكرت هو التعامل بين القائد الأوركسترا وبين أو قائد الكورال وبين الطلاب الموجودين، بده يكون في اعتماد على المحبة لتعطيهم هيدي الثقة. الأطفال شايفينهم اليوم على الهواء مباشر عم يحكوا بكل ثقة، عرفوا يعبروا عن حالهم بكلمات كمان جميلة وواثقين جدا من نفسهم، فهيدا أيضا نتيجة تعب ونتيجة الموسيقى قد بتهذب الروح كمان. ما في شك كان في مؤشر لفت لي بعد الحفلة، لفت لي نظري، كنت صراحة متمنيه ومتوقعه ولكن شفته بمستوى أعلى أثناء الحفلة. كل طفل وقت اللي غنى لحاله أو أرى لحاله هو مسك الميكروفون بإيده بكامل الثقة، قال يلي لازم يقوله بكل الجودة يلي كانت قبل الحفلة، ومتحمس بكامل الحماس وبكامل الثقة. فنحن عندنا شغلتين ما بيلتقوا، الثقة مع الخوف ما بيلتقوا. فأنا كتير كنت مسرور من نتائج العمل، وكانت ثقتهم على المسرح شغلة مهمة، هذا الشيء بيشجعهم أكثر وتحفيزي أكثر. كمان بدنا نسمع اليوم أصواتهم للأطفال الحلوين. ضي شو كمان حابة تسمعينا؟ هلا يمكن في شيء مشترك، في شيء هاشم وضي بدكم تغنوا سوا، نسمع شيء مع بعض. سمعونا طلعت يا محلى نورها فورا، يلا طلعت يا محلى نورها شمس الشموسة، يلا بينا نملى ونحلى لبن الجاموسة، قاعد عالسقية يا خلي أسمر وحلاوة، عوج الطاقية وقلي غني لي غناوة، قلت له بقلبي يا خلي أسمر وحلاوة، دم لي وردة وقال لي حلوة يا عروسة. حلوين حلوين كتير، يعني واضح انه في انسجام، يعني في تناغم بين بعضهم بالعيون. عم شفنا انه الضي عم تنظر اكيد لهاشم، هذا الشيء يمكن اللي حابين توصلوا له فعلا استاذ الياس، انه يكون كورال يعني واحد، يعني فرقة واحدة كشخص واحد، يعني كموسيقي واحد جامع كل الفريق. الفريق هو الأساس، صحيح. العمل الجماعي هو الأساس، وأنا دائما بقول لهم أنه لولا العمل الجماعي ما قدروا يكونوا، صحيح، على المسرح بهداك اليوم، ولا قدروا يغنوا المقاطع المخصصة لهم بهداك اليوم. كيف كان أصداء الجمهور التفاعل؟ أنا الأصداء اللي وصلتني حلوة، أهم شيء أنه وصلت رسائل مشجعة على العمل، رسائل مشجعة على الأطفال بحد ذاتهم، وهذا كتير بتهمنا لحتى هني يستمروا ويعطوا نتائج أفضل. حقيقة موهوبين، فبهمنا تشجيعهم لحتى يوصلوا إسرى نتائج أفضل. حلو لمسناه هيدا الشيء من خلال كلامهم بالبداية، هذا الأثر النفسي الاجتماعي، كل حدا فيهم قال أنا فخور بحالي أني طلعت على المسرح تماما ووقفت قدام الجمهور وغنيت بهيدي الثقة. فكمان هيدي الرسالة الأهم يمكن اللي أنتم عم تشتغلوا عليها من خلال تعاملكم مع الأطفال، من خلال فعلا وجودهم على المسرح اللي هو مركز ثقافي عم بيكون منصة لهيدي المواهب لتنعرض وتوصل لكل الأشخاص ولكل الناس. كتير مسرورين نحن بالنتيجة يلي وصلنا لها. بهمنا عن جد نتشكر كل الجهات اللي حضنت العمل ودعمته، لأنه مسؤولية الأجيال القادمة هي بتنبنى بتبلش من اليوم، صح. الجيل القادم اليوم بيبلش شغله، لازم من هلأ يبلش يتحضر، يبلش يعيش تجارب قدر الإمكان بنحاول تكون ناجحة لحتى يكون لنا أثر إيجابي بالمستقبل. تمام. إن شاء الله. في أغنية كمان مشتركة يعطونا الطفولة، هيك العصفورة خبرتنا. كمان عندكم في عصفورة. نحن كمان عنا عصفورة بتخبرنا. فهلأ نحن بدنا نسمع منكم يا ضي ويا هاشم، يلا سمعونا ياها.
جينا نعيدكن بالعيد منسألكن ليش ما في عنا لعياد ولا زينة يا عالم أرضي محروقة أرضي الحرية مسروقة سمانا عم تحلم عم تسأل الأيام وين الشمس الحلوة ورفوف الحمام يا عالم أرضي محروقة أرضي الحرية مسروقة أرضي صغيري مثل صغيري ردوا للسلام وعطونا الطفولة عطونا طفولة عطونا طفولة عطونا طفولة عطونا 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 السلام. ما شاء الله ما شاء الله، انتوا ان شاء الله رح تكون السلام وانتوا الامل. كل التوفيق لكم ضي وهاشم، نورتوا صباحنا اليوم، كثير كان حلو. بالتوفيق، وبالتوفيق لكم استاذ الياس، يعطيكم الف عافيه. يعني كورال كثير متميز، وان شاء الله يبقى هيك مثل الشمس، يعني منور بهالاطفال الحلوين وابداعاتهم. شكرا لكم، بالتوفيق دائما. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم. يسعد صباحكم، نورتوا صباحنا لهيدا اليوم، شكرا لوجودكم معنا.